السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، صبحكم الله بالخير والنور والسعادة والسرور وين ما تكونون تشوفون شاشة تلفزيون قطر. نلتقي معاكم في حلقة جديدة من برنامج في الضحى مثل ما عودناكم كل يوم على مدار 5 أيام من الأحد إلى الخميس الساعة 11 صباحا حتى 12:30 إحنا نكون فيها معاكم بمواضيعنا المختلفة والمتنوعة. صباح الخير. صباح الخير أخت حنان، وسعيد أن ألتقي فيك مرة ثانية، وصباح الورد على كل من يتابعنا وين ما كان عبر شاشة تلفزيون قطر. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تأكد أن ما كتب لك لا مانع له، وأن الله إذا أراد لك خير فلا راد لفضله. قد نشوف أن أخواننا أيضا في بلدان أخرى تمر في ظروف، نسأل الله دائما السلامة والخير لبلدان العربية والإسلامية، ونتمنى أن يعم الخير والسلام على الأخوة في فلسطين. بسألك سؤال، يعني قد يمر على الإنسان ليل طويل ويكون هذا الليل أكثر تعقيداً، لكن بعد هذا الليل الطويل والأكثر تعقيداً تشرق النور مرة ثانية، يوم جديد وأمل جديد. سبحان الله، ما بعد العسر إلا يسر. المؤمن متى ما آمن بالقضاء والقدر رتب حياته على هذا الشيء، صدقني راح يعيش بسعادة وراح يكون مرتاح البال. فألم يأتي الصباح من بعد الليل الطويل؟ يأتي أكيد. صح، مردها النور بجي، مرد الشمس بتشرق على الناس. فيقول لك لا، على الدنيا ثبوت، ما في شيء يتم على حاله، ممكن أي شيء يكون، يعني بقدرة ربك يقول كن فيكون. أكيد. فأنت لا تعتقد أن حالة عدم الأمان اللي قد يمر فيها أي إنسان بتتم دائما، ممكن تتغير. وأيضا إذا كان هو في أمان دائم دائما ندعي، لأن مثل ما تفضلت وقلت محمد ما في شيء يستمر، الإنسان متغير، فدائما ندعي الله اللهم يا مغير الأحوال غير حالنا إلى أحسن حال. إلى أحسنه. والله حلو لما الإنسان يكون شنو بينه وبين نفسه يدري أن المتغيرات قد تكون لصالحه، ومهما يشوف حوله يعني وضع قد يكون مو بحلو، طيب نظرتك للشيء نفسه هي اللي تنحسب. يقول لك الإنسان شنو 70% 80% عبارة عن ردة فعله للأحداث. إذا الحدث مر عليك 70%، إذا أنت ردة فعلك سلبية راح تشوف الحياة سلبية. بالضبط، لما أنت تدخل في نقاش أو متى تعرف رفيقك في وقت الغضب تعرف من ردة فعله شلون تكون شخصيته. صحيح. خلنا نسألك، نطلع شيء برا الإطار هذا ونلطف الجو بعض المواضيع. ليش الواحد لا مرض دخلوا عليه بورد؟ إيش معنى الورد؟ لأن الورد خلصت ها؟ لا، الورد هي أجمل هدية. أيوة. والهدية دائما بقيمتها المعنوية. أنا لما أجي أزورك وجبت لك ورد، زين، هذا يعني امتنان؟ امتنان لك؟ لا مو بامتنان، أنا جايبتها لك بدال ما أنا أجي، يمكن إمكانياتي ما تسمح أن أنا أجيب لك هدية غالية. مش شرط، إيش معنى ورد؟ هي لأنها في متناول يد الجميع. صحيح. مرة بس تموت يوم يومين كذي.
أعطي عطر حلو. والعطر حلو واللي أغلى منه حلو. لا أنت دور هدية غالية. صح. بس لا شوف صراحة في مرضى بعيد عنا وعنكم الشر ما يقدرون أنهم يشمون ريحة الورد. يعني الأخوان في 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 مستشفى القلب ترى يقول لك بعض الحالات ممنوع الدخلة عليها ورد. فالزيارة واجب. مشكلة أنه ما تقدر تدخل لها شوكولات. السكر يرتفع. بعد لا تدخل شيء. ولا شيء. وفر على نفسك لأن المسكين المريض ما يقدر يتحمل ذي الشيء. بس صدقني الهدية هي جميلة. دائما إحنا نقول أنا غنية وأحب الهدية. إن شاء الله نيبلك عقب. دائما يعني أيه. ما في إنسان ما يحب الهدية لأن الهدية لها اعتبارات أخرى. خلاص وجودي ممكن يكون هدية بمثابة الشخص. أكيد أكيد. لا شك بذلك. تقصديني. والله أشكرك. حلو التقدير ترى للناس ونبين هذا التقدير بالتواصل الدائم وبنفس الوقت إذا كنا بأمور مادية يعني إذا ما كان مادي معنوي. شوف هو دائما الجانب المعنوي هو اللي يهم المهم. الكلمة الحلوة الابتسامة تقديرك بأي شيء. أنت معترض على الورد لكن الورد له لغة وله ناسة يفهمون فيه. أنت تبي عطر جيب عطر جيب عطر هم يجيبون لك عطر يجيبون لك يجيبون لك اللي يجيبونه. هي الهدية في قيمتها المعنوية وليس في قيمتها المالية. أنا عجبني شفت أعتقد بودكاست كان ضيفهم الأستاذ راشد الهاجري تكلم عن قيمة الهدايا اللي تهدى بين رؤساء الدول. حلو. يقول لك أعلى قيمة للهدية ما تتعدى 4,000 دولار. إحنا نتكلم على مستوى دولار الدول دول, إيه؟ دول بميزانيات ضخمة. جميل هذا التحديد. أنت ما تحرج الدولة الفقيرة لو تطبقها علينا إحنا بشكل عام. أنا لما أجيب لك وردة باكر أنت بتردها لي بوردة. أيه. في مقدورك أنك ترد ورد. لكن أنا لما أجيب لك هدية وايد غالية شو يصير؟ شو يصير؟ أنت بتضطر أن أنت تردها لي أغلى منها. بهدية غالية. أيه. لا تجيبون شيء خلاص. لا تجيبون شيء. أي وفروا. والله سبحان الله اللي خلى كورونا تعلمنا أشياء إحنا كنا نفقدها. صرنا نعرف شو اللي نمسكه وش اللي نوديه وش اللي نشيله. فهمتي علي؟ أكيد. فرب ضارة نافعة. نبتدي أول أخبارنا من خلال الراية والمناهج الدراسية تعزز التواصل. هذا أول خبر من جريدة الراية والتواصل بين الأجيال تحديداً. ناقش مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة دور المناهج الدراسية في تعزيز التواصل وأهمية نقل المعرفة الأكاديمية مما يسهم في غرس القيم بين الأجيال وذلك من خلال ندوة نظمها بالأمس بعنوان دور المناهج الدراسية في تعزيز التواصل والتي أقيمت في قاعة فندق براحة مشيرب ومناسبة الاحتفال باليوم العالمي والعربي لكبار السن وناقشت أهمية تضافر الجهود بين المعلمين والأسر صانعي السياسات لخلق جيل واعي يمتلك المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتعزيز التواصل بين الأجيال إضافة لتركيز أيضاً على دور الأسرة اللي يكمل لدور المنظومة التعليمية في غرس قيم التواصل بين الأجيال. الله يعطيهم الصحة والعافية. أنا عندي خبر أتوقع أن الكل ينتظره بالذات أنه بدأ الجو نوعاً ما يتحسن وهو بدء التسجيل في بدء التسجيل للتخييم في 22 الجاري من جريدة الوطن. أعلنت وزارة البيئة والتغيير المناخي أمس أن فتح باب التسجيل الإلكتروني لموسم التخييم الشتوي السنوي للعام 2023-2024 لجميع مناطق الدولة سيكون في الفترة ما بين 22 إلى 31 أكتوبر الجاري على أن يبدأ موسم التخييم في الأول من شهر نوفمبر المقبل وينتهي في 30 من أبريل 2024. وخلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة أوضحت الوزارة أن عمليات التسجيل ستتم على 3 مراحل منفصلة حيث سيكون التسجيل للمنطقة الوسطى في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر والمناطق الجنوبية من 25 إلى 27 بينما التسجيل للمناطق الشمالية ستكون من 28 إلى 31 أكتوبر الحالي. حلو يعني أغلبهم المنطقة الشمالية 31 أكتوبر آخر موعد للتسجيل الجنوبية المناطق الجنوبية لانتاريك 27 أكتوبر والمناطق الوسطى 24 أكتوبر. الحمد لله على كل نعمة كانت أو هي كائنة
بالظروف اللي الإنسان ممكن يمر فيها في بلاده. اليوم لما نشوف بلدان أخرى قد تمر أيضا في ظروف لنا أيضا في فلسطين، مثال تعز علينا فلسطين وتعز علينا أحزانها وما يمرون فيه أيضا إخواننا هناك. الواحد لابد يشوف شو اللي قاعد يصير علشان يا يكون سند وعون لهم، يا يحمد الله على النعمة اللي موجودة بين يده اليوم، أو بأقل شيء بالدعاء اللي يقدر يقدمه لهم. قطر الخيرية أطلقت حملة من أجل فلسطين، حيث أطلقت هذه الحملة إغاثية بعنوان من أجل فلسطين، تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في مجالات الأمن الغذائي المأوى والصحة، وذلك انطلاقا من واجبها الأخوي والإنساني للتخفيف من معاناة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبهم. وتسعى الحملة للمساهمة في توفير وقود المستشفيات، المنشآت الحيوية، العلاجات الطبية للمصابين، إلى جانب الغذاء للأسر المحتاجة واحتياجات السلامة والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى توفير البطانيات، مستلزمات الإيواء للتخفيف على الأسر اللي فقدت منازلها وباتت يعني في العراء. فنقول اللي تقدر عليه قدمه سواء بالدعاء أو بالتبرع إذا كانت عندك الاستطاعة. صراحة أحياناً مثل المواضيع هذه تحس إن الكلمة واقفة في بلعومك، مو بعرف تقولها، ما تعرف تعبر فيها، ما تعرف تعبر فيها. لكن ننتقل إلى جريدة الشرق. 15,000 طالب يسجلون في مسابقة القرآن الكريم. أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استمرار التسجيل الإلكتروني في المسابقة السنوية المدرسية الستين لحفظ القرآن الكريم حتى تاريخ 26 أكتوبر، وذلك لأولياء الأمور من الآباء والأمهات الراغبين في مشاركة أبنائهم الطلاب من الذكور أو الإناث في إحدى مستويات المسابقة. وصرح السيد مالالله عبد الرحمن الجابر مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بأن الوزارة قامت بإجراء تعديلات في نظام المسابقة وتطوير آلية التسجيل، مؤكدا تخصيص مكافآت مالية لجميع الطلاب الناجحين في المسابقة من الذكور والإناث تشجيعا لهم على المشاركة وتحفيزهم على بذل جهودهم في التدرج في حفظ القرآن ومراجعته. ما شاركت ودي أشارك. قد شاركت يعني وانت صغير؟ اي، ومستانس اني لما كبرت شفت ان عندي شهادة اني حافظ صور من القرآن، وقعد اقول قدرت عليها وانا صغير، ليش ما اكبر؟ وبالعكس لنا قدوة ترى في الشباب هذول، تبارك الله، يعني في أعمار صغيرة من حفظت القرآن أو حفظت أجزاء كثيرة في القرآن الكريم. إن شاء الله عليهم، وأصوات تلاوات. أنا من كم يوم كنت قاعد مع شخص يقول لي أنا صرت أكتب أبيات شعر عن الصحابة والرسول وقصته، وعن ما كان يحدث في ذاك الزمن عن طريق كتب التفسير. قرأ 3,100 صفحة تقريبا، من بعد قراءته لهذه الصفحات بدأ ينضج فكريا وبدأ يكتب أبيات. ما شاء الله عليه. ونختم من خلال العرب ومكتبة قطر الوطنية تشارك في كونغرس المجلس الدولي للأرشيف الإمارات. تشارك مكتبة قطر الوطنية في كونغرس المجلس الوطني للأرشيف أبو ظبي 2023 المنعقد في يوم 13 أكتوبر الجاري تحت شعار إثراء المجتمعات بالمعرفة، والذي يمثل المنتدى الأهم للمتخصصين والمؤسسات والشركات العاملة في مجال الأرشيف والمحفوظات والسجلات وإدارة المعلومات، ويقام كل 4 سنوات من جلسة الافتتاحية في عام 1950. وتشارك مكتبة قطر الوطنية بمركز في الكونغرس بمركز الحفظ والصيانة الذي اختير ليكون مركز الإفلا الإقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها للبلدان العربية منطقة الشرق الأوسط. ويسهم المركز مركز حفظ الحفظ والصيانة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الوثائقي. الله يقويهم على ما يعطونا إخواننا في مكتبة قطر الوطنية، وعلى رأسهم سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري. أمس كنت في مجلسه، مجلس الثلاثاء، صح تعرفين؟ أعرف. فمجلس الثلاثاء كل ثلاثاء يجمع الشباب والمهتمين، وكان أيضا معالي وزير الثقافة اليمني موجود وحاضر. فتبارك الله أنت تمر على مجلسه وتشوف كم من الشخصيات اللي ممكن تكتسب الخبرة منهم. وجميل هذا الحوار والثقافة.
لكن محمد هل تعرضت للتنمر في يوم ما؟ في وقت أنا كنت في أصغر ما كان تنمر، كان شيء إحنا ما نعرف ليش قاعد يصير، وجاء مسمى التنمر بعدين. فهالموضوع بيكون حلقتنا اليوم عنه. أكيد. صح؟ أكيد. وعندنا ضيفتنا راح نتكلم معاها بشكل أوسع عن التنمر، أشكال التنمر، وأشياء وايد تهمنا إحنا بالذات في كأفراد في الأسرة. صح. يعني اليوم أنا بيعرف متى أعرف إن هذا تنمر على ولدي، وشلون أتصرف وياه، وشلون أتصرف لما يجي ولدي يشتكي من نوع من أنواع التنمر في المدرسة، هل أميز هذا التنمر ولا هذا نوع ثاني؟ متى أخذ الإجراء الصحيح وشلون؟ حلو التقرير الآن اللي بننتقل له، بعدها ندخل في موضوع حلقتنا لليوم عن الحدث الأهم، كأس آسيا القادم في 2024 وفي يناير تحديداً. فالحمد لله أن عاد للمرة الثالثة في قطر، ونفخر بأن قطر تحتضنا من جديد. آسيا شعار بطولة كأس آسيا نسخة 2023 التي ستنظم على أرض قطر، وبدأ العد التنازلي ليوم انطلاقتها في 12 يناير المقبل. هذه البطولة تأتي بعد عام على نسخة تاريخية من بطولة كأس العالم قدمتها قطر، ويتوقع لها أن تستعيد أجواء المونديال بحماستها ودقة تنظيمها، حيث ستقام مباراتا الافتتاح والختام في استاد لوسيل الذي احتضن نهائي كأس العالم 2022، وستسلط الأضواء مجدداً على قطر وملاعبها ومرافقها الرياضية وبنيتها التحتية التي أهلتها لتكون في مقدمة الدول التي تفوز بشرف استضافة البطولات العالمية على اختلاف أنواعها. اكتملت الاستعدادات للبطولة، وقد بدأ بيع التذاكر إلكترونياً عبر المنصة الرسمية المخصصة لذلك، وستتم عملية البيع على مراحل لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشجعين، بدءاً من تذاكر فئة 25 ريالاً قطرياً التي ستكون متاحة للجميع وفي كل مباريات البطولة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. محمد، مر عليك يعني أيام الدراسة في الابتدائي نفترض، حد علق عليك، عايرك بشيء؟ كنت أولي بادي في الإعلام في الإعدادي، أول إعدادي أتذكر. لا تغرج ترى من زمان. لا لا أدري. أنت مو من أيام المهرجان البحري هذاك السنة؟ أيام 2011 إيه؟ صح. لا لا مو 2011 قبل شي... صيف الدوحة 2008. فالله يسلمك، كان شيء جديد يعني على البيئة اللي حولي أن هذا يمثل أو هذا مذيع. فكانوا يعني يقولون كلام يعني عادي من باب المعايرة، أنت تقولينها تصير، لكن شلون أنا أتعامل مع الشخص اللي قدام؟ فهمت علي؟ هني ترجع لك أنت، قال لك كلمة حلوة مش حلوة، أنت شلون تتعامل معه؟ والله كنت ما رد، بس أعطي النظرة اللي هذه اللي ما همني أنت شنو قلت. بس إحنا اليوم نعاني من مشكلة التنمر، ونسمعها وايد في الإعلام، يمكن في السوشيال ميديا بشكل عام. نسمعها أن ولدي تعرض لتنمر، لا أنا تعرضت لنوع من التنمر، ونبدأ نتساءل شنو هو التنمر؟ زين متى أصف هذا الفعل أنه هو فعلا تنمر؟ صح. متى أنا أحتاج إلى طبيب مختص في هذا المجال أن أنا أذهب له وأسأل وأتعالج، أو متى أكون فعلا تخلصت من هذا التنمر؟ إحنا أسئلة كثيرة عندنا اليوم راح نتناقش فيها مع الأخصائية غالية
خالد الصليطي، أخصائي نفسي في مؤسسة حمد الطبية. صباح الخير. أهلين، صباح النور. أول شيء تشرفت فيكم وأنا جداً سعيدة بهذا اللقاء. واجب. أنا طبعاً من شوي كنت أسولف عن نفسي. أيوه. وفي كل زمن التعليقات تختلف عن زمن آخر، في وقتي بس يبونها جدول. ايوه فهمت علي؟ صح. أيوه. انه والله لقوا محتوى على اللي قدامهم، خلنا نستلمه او نضحك عليه باي شيء لقوا، حتى لو كان هذا الشخص ناجح. لكن الان في ناس تعلق على 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 ابسط الاشياء، حتى عيب نقولها، على شكل الانسان. بالضبط. صح. فهل هذا هو تنمر؟ ايوه. اول شيء انا ما اقدر اقول اي شيء الا لما اعرف التعمر على التنمر. التنمر. التنمر هو هو عبارة عن التنمر، هو مصطلح أجنبي مترجم يعبر عن العنف، يعبر عن الشدة، التملك، السيطرة. ونقدر نعرفه أن نقول هو سلوك عدواني متكرر ومستمر يعطي صاحب الإحساس بالقوة من خلال شنو؟ الفئة الضعيفة. باللفظ مش بالفعل. من خلال أنه يعطي صاحبه أنه يكون متنمر يحس أنه بيسيطر على شيء بالكلام. فأيوة، لا عندنا أنواع. أيه. التنمر. حلو. أيوة. حلو. زين، شلون أعرف أنه هذا تعرض إلى تنمر؟ أو خلينا نقول أول شيء أنواع التنمر، بعدين العلامات اللي تظهر على الإنسان. أنواع التنمر هو يكون عندنا التنمر اللفظي. حلو. مثل الشتم، اللعن. عندنا التنمر النفسي مثل الابتزاز والتخويف والتهديد، وطبعا هاي شيء الحين صاير وايد. وعندنا التنمر الجسدي مثل يقرصونك في المدرسة، أو مثلا اللكم أو الرفس. وعندنا التنمر بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعليقات. بالضبط. وبعد يكون إرسال رسالة نصية غير محببة، أو يكون أن نقل الشائعات بطريقة يعني مش حلوة عن الشخص. يعني هذه القرصة، هذه يعني كنا القرصة موجودة في كل مكان. لا، كنا نقرصها بس يعني على شيء خطأ احنا مسويينه. وإذا لاحظتي بعد عندنا آثار العض الحين صاير بكثرة. موجود. أيوة. وتحصل بعد شيء ندبة كبيرة. أيه. بنفسجية. أيه. بسبت أن حد عضه، يعني طفل عض طفل. بس هل تتفقين أن لكل زمن طبيعته؟ يعني في جيل الثمانينات أو التسعينات اختلفوا عن جيل الألفين. إحنا ما نعطي مقارنة كبيرة، لأن بالنهاية ترى كل جيل قاعد يجي ترى متطور بالنسبة لي أكثر من اللي قبله، لأن عالم التطور موجود. لكن هي الفكرة تعود لي هذه التنمر، هل صار أكثر جرأة بأنه هو يتكلم؟ بالضبط. إيه، صار أكثر جرأة. حاليا الجيل هذا ليش الأسباب اللي تخلي أن يكون في ناس وايد متنمرة؟ أول شيء عندنا نوعين، عندنا الضحية وعندنا المتنمر. أول عامل يكون نقص العاطفة عند المتنمر أو الضحية. يكون مثلاً الأب مشغول، الأم مشغولة، فيكون الشخص يعني يكون الطفل محتوى عاطفياً. فهو الحين يبي يثبت نفسه. طيب شلون يثبت نفسه؟ عن طريق أنواع التنمر كلها. فبهل يثبت نفسه عن هالطرق بهالطرق، وبعدها هني بيحس انه حقق ذاته بالامان. ايوه. الشيء الثاني يكون الاهمال. الطفل يحس انه هو في البيت هوملينا، فيحس انه هو نكره، فيتبنى موضوع التنمر عشان يلفت انتباه الجميع ويعززوا له طبعا ويقدرونه في المدرسه، لان في فئات هم مؤيده للتنمر. وعندنا بعد ترتيب الاسري، مثلا انه يكون هو الوحيد في المنزل بين مثلاً 4 بنات، فيقعد يتنمر عليهم، وبعدها يصير طبع فيه، وعقب ما يتطبع فيه خلاص تحصله حتى في المدرسة يتنمر على الأشخاص الآخرين. متى ألجأ إلى أخصائي نفسي في حالات التنمر؟ أوكي، هو أول شيء لازم إحنا نكون عارفينه أن في علامات نفسية، عشان تعرفين إذا ولدك ضحية. عندنا علامات نفسية وعلامات جسدية. حلو. علامات الجسدية تكون عبارة عن آثار الضرب والشمخ على الجسم، اضطراب الجهاز الهضمي، فقدان الشهية، اضطراب النوم والشعور بالأرق. وعندنا
العلامات النفسية مثل أنه يحب العزلة، ما يبي يطلع، إذا يأتي تقيمين الصبح ما يبي يروح المدرسة، هامل واجباته الدراسية، ما يبي يتكلم عن المدرسة من الأساس. موضوع يخوفه بالضبط. أيوة، لأنه بيواجه ناس، وهني يكون عنده قلق عام من اتجاه الغرباء، فإذا شاف أي غريب تحس نفس اللي حاس بالهلع أو الفزع منهم، بيخاف بأسباب غير منطقية. أيه. وعندنا بعد إنه كوابيس والأحلام المزعجة باستمرار. أنا أشوف إنه في المدارس موجودة، في حالات موجودة، وما ننكر وجودها، مهما الوالدين ما بيقصرون في التربية، لكن مرده بيروح للمدرسة وراح يواجه نفس الأشخاص. أيوة. اللي قطعوا عليه كلمة فتأثر منهم، هو شلون يتصرف؟ أوكي، أول شيء إحنا لازم نعزز ثقته بنفسه. حلو. أوكي، لأن لما يبنى ذكرنا موضوع الأجيال، حالياً هالجيل عند الهشاشة النفسية على طريف خلينا نقول، لأنه وايد يسمعون حق الناس الثانية، فإحنا لازم نفهم الطفل أول أن إذا حتى نمر عليك أنت ما يعني ما يصير أنت تلومه. إذا حتى نمر عليه مش معناته أنه هو غلطان، هو صح، وهم اللي تنمر عليه هم الغلطانين. هاي واحد. لازم نعلمه كيفية الدفاع عن النفس، ولازم بعد نعلمه أنه ما يبين ضعفه أمام الآخرين. حلو. لأن المتنمر يستهدف الفئة الضعيفة مثل ما قلنا، فإذا أنت صحت ولا مثلاً بين في وجهك أن أنت أصلاً متضايق أو شيء، فكذي المتنمر بيكس عليك زيادة، فالأحسن أنك ما الأحسن أنك ما تبين ضعفك. يعني يبين الشخص اللي تأذى من التنمر مثل ما قلتي علامات نفسية، يكون مستاء من الجسدية، مستاء أنه يروح المدرسة، ما يبي يروح فجأة. أيوة. فتستغرب الأم ولا الوالدين أنه ليش فجأة ما يبي يروح. وإذا أكثر شيء بعد أنه وايد يحب العزلة يكون في هالفترة. أيه. وتحصل حتى ما يحب حتى يقعد مع العيلة، كره الناس. بالضبط، حتى العيلة ما يحب يقعد معهم. مرحلة خطيرة هذه. المشكلة أنها هي مرحلة خطيرة، وأجيال 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 يمرون فيها، وما زلنا إحنا كأسرة ما عندنا هذا النوع من التوعية إن إحنا شلون نقوي عيالنا ضد التنمر. أول شيء إحنا عندنا في نقطة مهمة اللي هو دور مسؤولية الأهل إذا شافوا إن ابنهم متعرض للتنمر. حلو. زين، إحنا أول شيء لازم يكون عندنا نخلق بيئة سليمة آمنة، إن نقدر إن يقدر إن الولد يتحدث معه، يتحدث مع الأشخاص اللي في المدرسة اللي هم الإداريين أو الأخصائي النفسي أو الاجتماعي، أو أنه يتحدث مع أمه وأبوه. حلو. لأن أصلاً الطفل لما يتكلم عن التنمر يكون يعني بالنسبة له خطوة جريئة أنه يتكلم عن هالشيء. الشيء الثاني، أو لا نرجع للنقطة، إذا تكلم عنه أو مثلاً فتح قلبه، أول شيء أنت لازم تمدحه وتشجعه أنه تكلم. هاي واحد. اثنين، تقدم له مساندات غير مشروطة. العامل الثاني أن احنا عندنا أشياء تجذب المتنمر، ممتلكات خاصة تجذب المتنمر، هاي نوع من أنواع التنمر بعد. أن مثلاً الطفل يكون عنده لعبة معينة، أو مثلاً يحمل نقود، فهاللعبة مش موجودة عند الطفل الثاني، فيلجأ للعنف علشان ياخذ منه اللعبه. أيه، بالقوه. ايوه، فاحنا هني لازم نشجع الطفل ان هاللعبه لا تاخذها معاك المدرسه، وندور له حلول بديله. يعني اللي طقك طقه هاي هذه موجوده. شوفي هني انا بنوه عن هالموضوع. احنا عندنا طبعا هالشيء اللي طقك طقه، واللي رد عليك رد عليه، السن بالسن والعين بالعين. هذا ايوه. بس احنا لازم نعرف نفرق بين كيفيه الدفاع عن النفس والضرب. فاحنا عندنا هني هجوم ودفاع. اذا يضربك هذا هو الهجوم، اذا يضربك انت شنو لازم تسوي؟ تدافع، تمسكه. اي هاي دافعه، مش مثلا يضربك وانت تضربه ويطولون ويبون العيد في بعض ودمان بعيد الشارع. ايوه فيوصلون لوعكات صحيه يعني مضاعفات. بالضبط، عشان انت فاضي، فانت دافع عن نفسك مش عن طريق الضرب. أيوة. عن طريق ان انت تحمي نفسك. ايوه بالضبط. زين، هذا دور الضحيه، لكن انا لما يكون عندي طفل
دائما هو المتنمر. شلون انا اساعده كأم؟ اول شيء لازم المتنمر عنده مفهوم القياده غلط، تعريف القياده عنده غلط. هو عباله اذا انا صرخت ولا عنفت معناتها ان انا قوي. اي فانت لازم الحين تعرف له ان القياده ما تكون بهالصوره، لازم توضح له الفرق بين العنف والقياده. هاي واحد. اثنين، لازم تكلمينه بطريقه حازمه وتعرفين جذور المشكله وليش قاعد يتنمر. يمكن تكون من الاسباب اللي انا قلتها، مثلا عدم الاهتمام. ايوه بالضبط. الشيء الثالث ان نعزز عنده الجانب الانساني والاخلاقي، لان المتنمر يكون عنده الجانب الانساني، يعني يكون عنده الجانب العاطفي يعني نفس اللي مش وايد، يعني الجانب العاطفي ما يتاثر وايد بالعاطفه، انت شلون؟ فاحنا لازم نبين له الفروقات. طيب عشان نختم معاك، قبل نقول اللي ما قلناه، الدين لما يكون قوي عند الانسان نفسه راح يعرف شلون يتصرف مع الناس حوله. ايوه، يعني علمنا الدين التسامح، فانت عدها وش راحت بالك في المقام الاول لما تعامله باصلك وبدينك، فما راح تكون هناك مضاعفات، لا انت اللي بتعلق ولا انت اللي بترد. صح. شو اللي ما قلناه؟ اول شيء ان لازم نعلم الاطفال ان في فئات مختلفه من البشر، في اختلاف في الجنسيات. صح. اختلاف في الاعراق، اختلاف في المستوى المعيشي والمادي، فاحنا لازم نبين لهم ونفهمهم ان لازم نتقبل كل الفئات ونحترمهم، لان في النهايه احنا سواسيه، فما يصير ان انا اطلع قوتي على اي احد. حلو. وفي نفس الوقت يعني انا عذرا للي بقوله، بس بعد استاذه في نفس الوقت اعزز عند ولدي انه هو يكون قوي. جانب معلش انت تكون متسامح وسامح وذي، بس ما يعني ان انت تكون ضعيف. صح صح. اي ما يعني ان انت تكون ضعيف، لا، الدين قوة، الدين مو بضعف. إن لما أنا أجي أسامح مرة فأنا أسامح، بس مو بكل يقدر أنه يسامح. في نفس الوقت أعرف شلون تأخذ حقك، بس بالطرق المشروعة. أيوة. بعقل. صح. صح. بالطرق المشروعة، لأن إحنا مو بعايشين في غابة تحكمنا قوانين، حتى المدارس تحكمها قوانين. أنا أقدر أخذ حقي منه بدون ما ألمسه، ألجأ للأخصائي. أيوة. عندنا أخصائيين نفسيين والاجتماعيين. ألجأ للوالدين، هم يبدؤون. عندنا جهات معنية وايد تتكلم عن هالموضوع ويقدرون إنه يأخذون حقهم. صح. نفس ما أنا قلت بداية اللقاء، قلت أنا كنت أرد بهدوء، كنت ما أرد، والله عدم الرد رد مرات، يخلي اللي قدامك يسكت. صح. في قصة من القصص كانوا يقولون إنه كان في طفل يشكو من التنمر، فكان يشكو من التنمر، فحث أخوه أنه إذا جاك حد يتنمر عليك بادله بنظرات حادة وتجاهله. أيه. طبعاً فعلاً طبق هالشيء، والمتنمر ما رجع يتنمر عليه مرة ثانية. وليش؟ أنه بيّن قوته. حلو. فأنت يمكن بيّنت قوتك ذاك اليوم عشان تي ما رجعوا تنمروا عليك. والله مشكورة، ما قصرتي على الكلام الطيب. الغالية خالد سليطي، أخصائي نفسي في حمد الطبية. شكراً على الدعوة الحلوة. شندنا. والله أنا نسيت شندنا. احنا مستمرين. احنا عندنا تقرير. دي مدرسه ديبيكي. في مدرسه جديده. ديبيكي. خلينا نشوف التقرير. مهم اللي قاعد يسوونه واللي يقدمونه شيء طيب، والمتطوعين نموذج على ذلك في هذا المدرسه. نشوف ونرجع. مدرسة دبيك الثانوية للمهن الطبية هي واحدة من المدارس اللي تم استقطابها عن طريق مشروع الشيخة موزة بنت ناصر، وهي المدرسة تم استقطابها في قطر منذ 15 سنة. في الصف التاسع بياخذ الطلاب مادة اسمها المدخل إلى الوظائف، بالإضافة للمواد الأساسية الثانية اللي بياخذوها الطلاب في أي مدرسة ثانية. اللي بيميز هاي المادة المدخل إلى الوظائف إنه بتعرف الطلاب تبعون مدرسة دبيكي على الأربع مسارات التي تقدمها المدرسة، الأربع تخصصات اللي هي الطب، الهندسة، إدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات.
بناء على اختيار الطالب مع الأهل بتم أخذ مادة تخصص في الصف العاشر، 11 والثاني عشر. فهيك الطالب بيكون عنده معلومات شاملة عن التخصص اللي قاعد بيدرسه. يميز مدرسة ديباكي أنه منمنح للطلاب الفرصة في التلقي التدريب اللازم والتمرينات اللازمة في مستشفى حمد ومستشفى سدرة لطلاب الطب، وكابكو والروبوتكس لطلاب الهندسة، بالإضافة إلى أنه الطلاب اللي بالإدارة الأعمال يتسنى لهم الفرصة برضو لأنهم يروحوا يعملوا تمرين وتدريب في البنك التجاري. أنا جيت هالمدرسة لأن سمعت توفر العديد من التخصصات، قررت أني أتخصص في كارديولوجي اللي هو طب القلب، لأن وايد تساعدني على أني أقدر أطور من نفسي من الناحية الطبية أن أقدر أتخصص في الجامعة. استعمل في المدرسة اللي هو Simulation Lab، عندنا نفست تقدر نقول المستشفى الصغير هني في المدرسة، وفي العديد من الأجهزة اللي تساعدني أن أقدر أتعلم أشياء اللي نحتاج نسويها يعني كدكتور، منها السحب الدم والCPR والإسعافات الأولية. صار لي الشرف هني في المدرسة أن سافرونا إلى لندن، اسم المؤسسة اللي هناك Project London، هناك وايد عطونا فرص أن نطور من نفسنا. كنت أتعمق في طب الأسنان، وتعمقنا في السنة الماضية في الأجهزة التي توجد في جسم الإنسان مثل الجهاز الهضمي وغير ذلك، وكل سنة يكون في منهج معين في الميديكال كريكولم اللي توفره المدرسة واللي يسهل علينا دراسة الطب. وفرت لنا المدرسة العديد من الفرص اللي تهيئنا عشان ندرس الطب بعدين، مثل الجولات المكثفة والتدريبية في مستشفى حمد ومستشفى سدرة. وغير هاي اشتركت في برامج في جامعة ويل كورنيل للطب بمؤسسة قطر، قطر فونديشن، وهالبرنامج اسمه QADP اللي هو قطر Aspiring Doctors Program. وفي هالبرنامج تم إعطاء العديد من المواد تهيئني أو تعطيني نبذة عن الجامعة وعن المواد اللي يعطونها حق الطلاب. من خلال الفرص والأشياء اللي أعطتني إياها أو وفرتها لي مدرسة ديباكي، فقررت أني أتخصص في طب الأطفال، وإن شاء الله هي من طموحاتي اللي حابة أحققها. عجبني انه اختار الهندسه لانه انا مايل ان شاء الله بالمستقبل اكون مهندس. المدرسه تساعد بهذا الشيء لانه نسوي مشاريع بشغل يدوي كله بغير انواع من الهندسه مختلفه، مثل الهندسه الكيميائيه والكهربائيه والميكانيكيه والمدنيه. زين، وانا اكثر شيء عاجبني هو المدرسه الميكانيكيه. من خلال هالمشاريع اللي تعلمنا على التفكير النقدي والحلول الهندسية، نحس أنه إحنا تحضرنا للمسابقات اللي نشارك بها داخل قطر وخارج قطر، مثلاً الأولمبياد الدولي للإبداع عن طريق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اللي فازت بمدرسة ديباكي بالمركز الأول على مستوى قطر. همنا المسابقة سيبرتش اللي فازت ديباكي على المركز الأول على مستوى قطر، وتأهلنا نمثل قطر بأمريكا وفزنا المستوى الثاني على المركز العالمي. هاي واحدة من المشاريع اللي نفذناها بقسمة الهندسة، مطبقة على رؤية قطر 2030. هي قرية مستدامة تشتغل على الطاقة الخضراء النظيفة، مثل الطاقة الهوائية والطاقة الشمسية. هاي مواقف للسيارات الكهربائية تشحن السيارات عن طريق الطاقة الشمسية. هذني البيوت يشتغلن على الطاقة الشمسية، من تصير ليل يشتغل الضوء، وهاي عبارة عن بيوت خضراء حتى أهل سكان القرية يأكلون منها ويعتمدون على نفسهم. وهاي عندنا محطتين لإعادة تدوير المياه والنفايات لغرض الاستدامة. حياكم الله من جديد، ولقائنا قد يكون عن مصطلح أحد الظواهر اللي ممكن يعاني منها الناس اليوم في المجتمع، التنمر، فاللي ممكن يواجه الطفل، البالغ، كافة الأعمار أو المجتمعات. ولكن اليوم شلون ممكن أن احنا نحكم هذه الظاهرة
بحيث إذا أنت كنت متصرف فيها من غير ما تدري فتحكم نفسك، أو إذا أنت كنت يعني جاك تعليق شلون تصرف؟ نتكلم بعد عن التنمر. ليش مو بعاجبك ها؟ مو بأنه مو بعاجبني محمد، بقدر ما هو مؤلم شعور التنمر. أنت لما يكون عندك طفل يعاني من هالتنمر ترى أنت تتعب نفسياً. لما يعود حد من أفراد الأسرة أو حتى لو صديقتي تتعرض للتنمر وأنا ما بيدي أقدر، يعني ما بقدر أسوي لها شيء، وبالذات إذا كانت تراكمات قديمة ترى شيء يوجع ويستمر. يستمر. ضيفتنا مشرفتنا من الكويت، ونقول لك الحمد لله على السلامة، أمس وصلت الدوحة، الأستاذة هلا الحميضي. الله يسلمك، والله سعيدة أكون هنا متواجدة بينكم. استشاري علم الشخصيات. نعم. هل صدق إن 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 يدخل هالموضوع في علم الشخصية والتنمر له علاقة بشخصية الإنسان؟ طبعاً بداية علم الشخصيات هو شيء تحت علم النفس. وعلم النفس يتكلم عن التنمر، فممكن إيه ممكن لا، ولكن هي ليست صفة في شخصية الفرد. يعني التنمر ليست صفة في شخصية الفرد أنه خلاص متزامنة معاه ما تروح لآخر يوم بعمره. مكتسب. نعم أكيد شيء مكتسب بلا شك. هل شخصية الفرد بسبب تراكمات السابقة من التنمر تكون عليها يعني تتغير مع مرور الزمن؟ قصدك المتنمر عليه ولا هو المتنمر نفسه؟ الاثنين. إنزين المتنمر طبعاً أنا أقول لهم، أو رقم واحد، التنمر ما له عمر. يعني إحنا مثلاً خاصة في المجتمعات الشرقية عندنا إن المتنمر يكون بس بالمدرسة. لا، إحنا ليومنا هذا ممكن الناس تتنمر علينا. صحيح. لآخر يوم عمرنا ممكن الناس تتنمر علينا. والحين في قناة أصبحت حسب الدراسات إن التنمر فيها أكثر من المدارس، اللي هي قنوات التواصل الاجتماعي. عندنا الانستغرام، عندنا التويتر، التيك توك، مو مقصرين كله. فأنت الحين لما يعني أنت لما تقعد تجلس بينك وبين نفسك لا تتضايق لما شخص يتنمر عليك، لأنه أنت فكر هو إيش قاعد يعاني منه، اللي داش وقاعد يتنمر عليك ومستانس إن الناس اللي خلاه يكتب. رقم واحد طبعًا هو بلا شك إنه هو عنده ضغوطات نفسية، تراكمات، يعاني من شيء طبعًا إحنا أغلب الظن نقول ممكن من طفولته، لأن أول 7 سنين هي اللي تكون الشخصية. فهو شيء بطفولته سواء كان في المنزل أو خارج المنزل. المتنمر شلون تعرفينه؟ تعرفينه يكون شخص طبعاً إذا بالمدرسة نقولها يكون شخص محبوب بين الكل، أو مو محبوب، كل من يبي يرافجه، popular بالأجنبي يسمونه. ليش؟ إحنا لازم هالشيء ننبه أطفالنا، الشخص اللي كل من يبي يرافجه اللي يشوفونه غوي ترى هي مو قوة. أنت لما تتنمر على شخص ثاني you're bullying وقاعد تستخدم العنف اللفظي أو الجسدي، هذه مو قوة، ولكن الأطفال يشوفونها قوة. فأنت هني أتي وتنبه ولدك ولا بنتك، ماما ولا بابا، ترى اللي قاعد يسوونه خطأ، ترى هذه مو قوة، ترى أنت لما تشوف هالشيء توخر عن هالشخص لأنه هو مسكين وهو فاقد الثقة، فهو عبال لا ياخذ القوة من الشيء اللي قاعد يسويه اللي هو التنمر. إحنا حتى لا كبرنا نواجه ناس ما شفناهم من زمان، والله يعلق على شنو شيء كنك متنان، فمتنان وكنك كذا، ويضرب فيك مثل مو بحلو. صح. طيب ليش التعليقات اللي مالها داعي؟ هاي يوم العيد، يوم عيد الفطر. اي ها عقب رمضان يوم عيد الفطر على طول كنك متنانة. صح. لا متنان ضعفان تمشي، بس يشبهونك باوصافهم حلوه. صح. ضعيف كنك مسواك، ليش؟ لا ضعيف احنا كلنا نبيها، بس انه صح لما هذا تنمر. طبعا تنمر، طبعا تنمر، ولكن لما انا اجيك اقول لك كنك متنان، كنك ضعفان، كنك، للاسف خاصه في مجتمعاتنا، وايضا موجوده ترى المجتمعات الغربيه، يعني احنا لا نحط كل اللوم على مجتمعاتنا، ترى المجتمعات الغربيه التنمر فيها اكثر منا. احنا عندنا الوازع الديني، عندنا العادات والتقاليد، عندنا مربينا اهلنا على الاحترام، مو انهم مو متربين، ولكن ما عندهم الوازع الديني، الاحترام ممكن مو موجود. صحيح. يعني they're emphasizing أو إنه يركزون عليه. إحنا عندنا العرف أيضاً. إيه. تحكمنا أعراف. أكيد أكيد. فإن لما أنا أي
وأجاب الشخص أقول له والله كأنك متنان، ممكن إحنا متعودين أن هالشيء عادي نقوله بس مو بعادي، ولكن صحيح، ولكن أنت تحط حد. صح. يعني أنا أقول لهم خاصة في دوراتي لما أي وأتكلم يقولوا لي يسألوني أسئلة شخصية وأنحرج وأجاوب، أقول لهم ليش تنحرجون؟ مثلا يسألوني كم راتبك؟ يعني هالشيء يعني شويه خاص. أيه. او مثلا ليش ليش انفصلتي، ليش ما جبتي عيال للحين، هالاسئله تشوفينها. يا الله. فالواحد شو يسوي؟ يعني حتى لما اقول لهم ردوا هالرد ينحرجون. شنو الرد؟ ان ليش تبي تعرف؟ أيه. فهو راح يسكت بينه وبين نفسه، راح يصير هذا الاكورد سايلنس، السكوت المكهرب. حلو. عادي اسكت، فهو عقبها ما راح يسالك لان انت احرجته. في ناس تنجبر أن هي تكون في موضع. نعم. أن يتنمرون عليها، بمعنى ممكن شخص متن زايد. صحيح. من غير ما هو يبي أنه يمتن، لكن يأخذ كورتيزون مثلا، ممكن، أو عنده غدة خاملة أو غدة. صح. صح. فيجيك شخص آخر يضحك عليك، ليش؟ صح. أنت ما تعرف شنو ظروف الشخص اللي أنت قاعد تعلق عليه. صح. إحنا الحين طبعا هالشيء ممكن نتوقعه بين الجيل الصاعد أو الأطفال، لأنهم ما يعرفون، وإحنا نحاول كثر ما نقدر أن نوعيهم، ولكن وطبعاً الحين ترى صار في توعية بالمدارس. صح. صار في أخصائيين نفسيين، صار في أصلاً من أول ما تبدأ المدارس تشوفون كل البرامج، يعني مثلكم وشرواكم أو مثلاً بالمدرسة يتكلمون عن التنمر، البولينج. صار في وعي. إحنا نتكلم عن الجيل اللي جيلنا أو الجيل شوي أصغر أو الأكبر. لمن واحد أول شيء طبعاً إحنا نحاول نوعي، يعني أنا أقول لهم هذه مسؤولية مجتمعية، أن أنا أوعي مثلاً شفت صديقتي، شفت أختي، شفت أمي، أقولها بطريقة لطيفة، ترى كله مو حلو لما تسألين كذي، ممكن هي ما تدري. أي. ممكن هي ما تدري أن هالشيء ما يصير. صح. لنا في الزمانات كان عادي الواحد يتحمل، الحين لا، صاير الواحد ما يتحمل. حساسين. إيه. فأقول لهم أن توعون دار مداركم، وأنتوا لمن يوجهوا لكم هالسؤال، أنا كلها أقول لهم، يعني حتى لما يجيني واحد باستشارة، الناس تقول كذي، الناس تقول أنا مثلا وايدة تأتأ، أكو ناس عندهم تأتأة اللي يعيدون الكلام، أقول لهم ترى المشكلة مو فيكم، المشكلة مو فيكم، الكامل الله سبحانه وتعالى. صحيح. كل واحد فينا فيه نقص، فأنت بالعكس بدال لا تتضايق من الكلام اللي يوجه لك، أنت يعني خلي يكسر خاطرك اللي قاعد يقول هالشيء، لأنه شوف هو شنو فيه نقص اللي يحاول إنه يسقط. أيوة. جميل جميل. موضوع التنمر هو موضوع وايد طويل، لكن احنا قبلها كنا نتكلم مع الأخصائية النفسية شلون أعالج هذا التنمر. نعم. زين، أنا كبرت، أهلي الأوليين ما كانوا يعرفون أن هذا نوع من التنمر، بدأ معاي وأنا ضحية التنمر. صحيح. بدأ استمر معاي على كبر. ايه؟ شلون نعالج هذا التنمر؟ زين، طبعا بداية اكو شيء قلتي وايد حلو. اللي هو الاهل ما كانوا واعين لهالشيء. احنا طبعا ما نلوم الاهل، وكله اقول لهم اول شيء تصالحون مع نفسكم وتصالحون مع تربية اهلكم. لان الاغلب اللي ييني يقول لي ان استاذة هلا انا اهلي ما سوى لي كذي، اهلي كله منهم، اهلي واهلي، ترى هم ربوك التربية اللي هم شافوها صح، وكذلك اهلهم تربوا عليها. اي، فاحنا يعني بالعكس نشكرهم ونحاول نصلح اللي فينا. أنا مثلاً متنمرين علي ما عندي ثقة بنفسي مثلاً وأنا صغيرة، أو متنمرين علي بسبب وزن زائد أو مسواتش مثل ما تفضلت، متربين علي شكل معين، أو متنمرين علي سوري. فأنا شو أسوي هني؟ يا أعالج نفسي بنفسي، أرد الثقة في نفسي، أو إنه إذا ما قدرت أنا أعالج بنفسي بنفسي، الله ما كثر الاستشاريين النفسيين الموجودين أو اللايف كوتشز اللي هو مدرب حياة، أروح أقعد معه وأقول له أنا شلون، بس لازم تعالج هالشيء لأنه راح يأثر فيك، راح يأثر فيك. وراح ترد، وأي موقف يصير راح يذكرك بموقف الطفولة أو المراهقة. طالما ذكرت الطفولة، هل ينسأل هالسؤال، هل من الممكن أن الطفل أو المراهق المتنمر؟ نعم. الشخص اللي قاعد يعلق وتحالطه معجبه شيء في الدنيا، خارج المنزل يكون معنفا في محيطه المنزلي؟ اكيد، نتيجه. أكيد. عنف واجهه. انزين، خلينا نقول طبعا البعض وليس الكل يكون هو رقم واحد، يا هو معنف ويحاول انه يطلع الكبت اللي فيه، ولا لانه مو قادر يرد على اللي بالبيت برا. ايه. رقم اثنين هم في المنزل بالاسره، يشوف ان اخوه ياخذ اللي يبي من اخوه الكبير او يتنمر عليه،
الأبو يتنمر على الأم والأم تتنمر على الأبو فهو يقلدهم. هو صح شاف هالشيء طبيعي تعود إيه، فأنا عندي عادي هالشيء، أنتوا إيش فيكم؟ فممكن يكون من البيت وممكن ترى البيت ما له شغل، ممكن البيت يعني بيئة تكون محبة، بيئة تكون يعني زينة وطيبة، إحنا ما نلوم الأهل بكل شيء، ولكن هو شوف وين حصل هالشيء، اكتسبه من مكان، اكتسبه من شخص، ترى ممكن يعني من السوشيال ميديا. نرجع نقول من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا احنا قبل كنا شو نقول؟ نقول الاعلام. الحين من السوشيال ميديا انت تشوف الاشياء، ويعني السوشيال ميديا بالتليفون دقيقه واحده. لانه مثل ما هناك من اللي يحث على عدم التنمر، هناك وايد بثوث يمكن الحين مع التيك توك والبث يفتح 3-4 ساعات، وأنا أدخل في تحدي مع محمد. نعم. وما غير الألفاظ اللي تنقط والتنمر، هو يشوف أنه يتغشمر، لكن لا، الغشمرة لها حدود. صحيح. مو بس كذي، حتى كلامك مو مسكت إلا بالخير، هم في المشاهير اللي انشهروا على التنمر. صحيح. فعندنا لا، أنا هذا صار مشهور وقام يصير غني وقام يسوق هالسيارة وصار عنده هالبيت بسبة التنمر. فهذا شيء زين، فلازم احنا نرد ونرد للمنزل والمدرسه، وهم احنا كمسؤوليتنا كاعلاميين وكشخص مثلا يطلع بالسوشيال ميديا ان نتكلم عن المبادئ. استاذه، يمكن زماننا الحين غير عن الاول. صح. اليوم زاد الوعي عند الناس بانتشار الاشياء الايجابيه بالدورات، اللي ما كان يعرف قبل صار اليوم يلتحق بدورات. صح. يلتحق أونلاين أو حضور، يشوف تلفزيون، يشوفون برامج، وننتقل ونقول السوشيال ميديا فيه الجانب الإيجابي. نعم. برغم انتشار هذا الوعي إلا أن نسبة التنمر زادت أكثر وأكثر. نعم. عن السابق. نعم نعم. طبعاً أنا بقول لكم شيء، ممكن التنمر أغل في المدارس، أنا ما أدري بس الإحصائية بالكويت أنها غلت. زين. ولكن زادت بالسوشيال ميديا. إحنا قبل كان ما عندنا هالقنوات، ما عندي تويتر، ما عندي إنستغرام، ما عندي التيك توك، ولكن كان عندي المدرسة. فالتنمر صار الحين صار شنو؟ الناس أغلبها، وكإحنا طبيعتنا البشرية لما بنسوي شيء مو زين بنتنمر، بنكذب، بنسوي شيء ما نبي أحد يدري عنه. فأنا وايد سهل أدش بنكنة ما حد يعرفها، أو يوزر أو يعني اسم يكون مستعار، أدش فيه في السوشيال ميديا في قنوات التواصل الاجتماعي واتنمر، بحد يعرفني. صح. فزاد هني. صح. فرصة حتى للبالغين، وتوقع كل واحد فينا تعرض للتنمر يعني. إيه. ونشوف ترى، شوف متى أنا أحكم أن هذا التعليق لصالحي؟ مرات الناس تطبق قاعدة اللي في قلبي على لساني. نعم. يمكن اللي في قلبك مو بحلو. صح. وما ينقال. صح. خلالك الآن صراحتك مو بحلوة. صحيح صحيح صحيح. فممكن تدخل اليوم حالة التنمر بالصراحة الشخص ومصداقيته. طبعا أكيد، يعني أنت الحين لما أتي على قولتهم، وطبعا هذه يمكن تشوفونها بالجيل القديم، الله يحفظهم جداننا ولا جداتنا ولا الأهل، تشوف أنه يقول الكلمة وعادي عنده. طبعا إحنا ما نلومهم، لأن الطبيعة في الدول الخليجية صحراوية كانت، فلازم الواحد يكون شوي قاسية. شديد. إيه قاسية. طبيعي هو بيكون قاسي، وشيء طبيعي عندهم. بس الحين قاعد أقول إيش فيها الزمن، لما الواحد يقول والله أنا أحمد ربك إن أنا صريح، أنا مو قاعد ألف وأدور معك. أوكي، لا تقول لي أنت الحين اللي قاعد تقول لي إياه، أنت شو ترد عليه؟ قول له اللي قاعد تقوله هل هو يفيدني؟ صراحتك هل هي مفيدة لي؟ ولا أنت قاعد تقول لها في سبيل إنه بس تبي التنمر ولا تقط كلمة؟ الإشكال وين؟ أنا ما يصيغون الجملة صح. محمد، أنا ما عندي إشكالية لما أنت تجي تقول أنت فيك 1-2-3-4 بأسلوب، مو بأسلوب، حتى لو كانت وايد صريحة زيادة. يس. بس تعطيني علاج وحلول. صحيح. لكن أنت تجي تتنمر علي وتقط الكلام من غير أي يعني من غير حلول، ما راح أتقبلها منك، لأن الصراحة. صح. تنقلب وقاحة هني. أي مو حلوة أنت هي. أي. أنا عفوا بس تعليقا على كلامك، تفضلي دام فضلك. الحين لما الواحد يتنمر عليك او يقط الكلام، تشوفين وين الحل؟ انا الحين الاستاذه انها قطت كلام على هلا، الحل عند منه؟ ترى عندي انا. أيه. انا الرد، بس انا ما ارد عليك التنمر نفس هي مو تحدي. أيه. بالعكس، احنا ما نرد السلبي بالسلبي. انت لما تقولي لي اقول لك اوكي، شنو راح استفيد؟ عندك حل حق الموضوع؟ هني هو راح يحس بانحراج. الناس صارت تحب ترد، مش الكل يحبون يردون على بعض. يعني أنا أسأت بعيد الشر، قلناها كلمة مني سيئة. أي.
اللي قدامي يحب يردها بالأسوأ منها، ليش ما نعامل بالتي هي أحسن؟ طبعاً لازم، يعني سبحان الله أنا أقول لهم كله رجعوا للدين، كله رجعوا للمبادئ اللي عندنا، ترى ديننا الإسلامي جميل جميل، بس الواحد لازم إنه يعني يتعلمها صح، وكذلك عندنا المبادئ ترى وايد حلوة من صح. أجدادنا في أساس نمشي عليه. نعم وموفقة في دورتك إن شاء الله يوم غد. إن شاء الله دورة بعنوان أو ورشة بعنوان كن محبوباً لغة الجسد. ولغة كان الجسد كانت بالكويت. بالكويت. إي صاد. ومحبوباً إن شاء الله ترجع الدوحة. إن شاء الله إن شاء الله. وتشرفينا كل فترة وبين أهلك وبلادك. ما قصرت والله أنا بين أهلي وبين بلادي وأتشرف أكون بينكم. سعيدين بوجودك معنا أستاذة هلا الحميضي. شكرا على كل هالمعلومات الجميلة والسوالف اللي ما تمل. شرفتينا. ننتقل. وين؟ عندي تقرير. أمس رحت الحزم. لا فاتك عيل. ليش كان شيء حلو مهم بالنسبه لاخواننا في وياك للصحه النفسيه. قدموا ورشه دوره حلوه لجاسم المطوع دائما يعالج قضايا مهمه اسريه. دكتور اي فاتني خلينا نشوف. ما في شك يعني الإنسان لما يهتم في نفسيته ويهتم في صحته يكون مستقر. وموضوعنا اليوم نتكلم عن النجاح الوظيفي والعائلي. الإنسان لما ما يحسن إدارة عمله وتكون على حساب عائلته يضطرب من الداخل وما يكون مستقر وبالتالي متوتر. وإذا أعطى كل وقته حق عائلته وما صار عنده عمل أو إنجاز يظل هم متوتر، يعني في الحالتين هو متوتر. ولذلك احنا موضوعنا اليوم النجاح الوظيفي والعائلي، شلون يصير توازن وشلون يدير الضغوط وكيف يكون سعيد في المجالين. كل الشكر لجمعية وياك للصحة النفسية. أنا أمانة كنت معاهم من تقريبا 3 سنوات، مرينا بتجارب كثيرة وفعاليات، وللأمانة شعور وايد حلو أنك تشتغل مع جمعية وياك، خصوصاً أن هم كل شيء يسوونه يخدم المجتمع يخدم الأشخاص، فهذا يعطيني أصلاً طاقة إيجابية للشغل ودائماً أتحمس أن أشتغل معهم يعني باستمرارية. وأيضاً كل الشكر للحزم اليوم أن في محاضرة مع الدكتور جاسم مطوع بهذا المستوى وهذا الحضور، فهذا ندلف أنه يدل على نجاح هذه الفعالية. طبعاً اليوم دوري أني أسوي تقارير وأغطي حق الملتقى، بما أني أنا مو بأول مرة أتطوع مع يعني المراكز بشكل عام، أخذت وايد خبرات ويعني هالأشياء فادتني حتى في التعليم اللي هي في الجامعة. وبما أني أنا طالبة في جامعة قطر وتخصصي إعلام، طبعاً هالأشياء وايد راح تفيدني وكسرت حاجز الخوف عندي، ويعني شلون حتى أتعامل مع الجمهور. هالأشياء كلها تعلمتها من خلال الورشات اللي حتى أخذتها مع المراكز الأخرى. حاب أشكر مركز قطر التطوعي ووزارة الثقافة على هذه المشاركات الحلوة الإيجابية لاكتساب أنا شخصيا اكتسبت خبرات كثيرة، مثل التعامل مع الآخرين، التعامل مع جميع الفئات، حل المشاكل. Thank you.
اليوم أنا حضرت الدوحة، والدوحة طبعاً دائماً غير. غير هي طبعاً مميزة بفعالياتها، باستضافاتها، ودائماً هي ترحب، دائماً وأبداً ترحب بجميع الشعوب. وكوننا خليجيين نفتخر بهذا الشيء بأمانة. بعد كأس العالم أصبحت الناس تعرف قطر أكثر من قبل، وأصبحت تطمئن للقدوم إلى قطر أكثر. رجعنا لكم وما زلنا مستمرين معاكم في برنامج في الضحى. محمد، احنا الاسبوع اللي طاف كان افتتاح الاكسبو صح؟ اي كان حفل جميل، كنت جداً موجود، وانا بالنسبه لي حدث عالمي، ويقول لك اول مره اكسبو يكون مجاني للجمهور. واو شيء حلو صح؟ وايد. وامس كان عندهم في الاكسبو احتفالا باليوم العالمي للطيور المهاجره، فكل يوم ممكن الواحد يمر على الاكسبو يشوف فعاليات، والمسرح تبارك الله يكون فعال، مش بس المسارح او الفعاليات، ايضا الاجنحه بشكل يومي. ونشكر ايضا اداره متاحف قطر على الفن اللي يقدمونه. جميل، انا لين الحين ما رحت. شلون رايك؟ ودي اروح، بس هو لين متى؟ لين متى انطر الجو يستعدل؟ لشهر 3، اي تنطرين البراد. البراد. بس انت كل يوم تمشين، فاختاري هذا المكان يوم المشي؟ للمشي فيه. زحمه. روحي بدري. ما في زحمة على فكرة. يفتحون متى؟ أنا أختبر معلوماتك، يفتحون متى؟ الساعة كم؟ يمكن 10 شمس. أنت تبي الفكة مني؟ أقول لك شغلة، قطر مش بس لأني أنا جزء منها أو إحنا جزء من هذا البلد كمجتمع. مر علينا كأس العالم عبالنا زحمة، وما طلع زحمة، والازدحام المرتب ما شاء الله وايد. وهذا شيء ترى أنا أشوفه مصدر فخر، لما عندك بطولة عالمية سواء كأس العرب، آسيا، العالم، والآن الإكسبو. وجايين على كأس آسيا. أي مرة ثانية. مرة ثالثة. ما شاء الله تبارك الله. انتشرت الفترة الأخيرة أيضا شركات للصناعات الخفيفة في قطر في شتى المجالات، بشكل يعبر عن مدى قوة الاقتصاد القطري ودور القيادة في تقديم الدعم لها. نتكلم أيضا عن الأشخاص اللي قدمون في مجال الأعمال لتحقيق طموحاتهم أو أحلامهم. إنافرة هذا هي الشركة والمصنع اللي بنتكلم عنه اليوم، وكان جزء من إكسبو مع أخوي سعود العمادي. شلونك؟ الحمد لله، وشلنا عنك. الله يسلمك. بس عقب على أختي حنان، ترى في أماكن مكيفة في إكسبو، فعادي ممكن تروحينها يعني وقت الظهر عادي. عادي؟ أي عادي. بالعكس أصلا الحين تستغلين المكان، ما في مو بزحمة يعني، فتقريبا كل العروض بتكون لك يعني. عرفت شلون؟ واو. لا حلو. لك. نسوق لك شويه فعلا يعني. لا انا اعرف ان انا انصح الناس الحين تروح هي وعائلتها عشان تشوف الانشطه اللي موجوده والمعارض اللي موجوده يعني بحريه اكثر، لان ما في زحمه وايد. القى افكار ما يقصر بعد. بعد صح. اي عشان اذا تبين تشوفين الاشياء اللي برا موجود القى افكار. وايد حلو. زين، بما ان احنا نتكلم عن اكسبو، شو اللي اضاف لك اكسبو سعود؟ والله وايد. احنا اول شيء انا اعرفك عن إنافرا. شركه إنافرا هي اول موفر لمنتجات البدائل البلاستيك القابل للتحلل. يعني احنا بدينا قبل 3 سنين نوفر هالعود. هالعود مصنوع من بذور الافوكادو. اللي يخلي هالعود نفس يعني الحلو في هالعود انه اول شيء نفس البلاستيك من الريحه والطعم، بس الحلو في انه لما نقطه في يعني نرميه في الشارع او في المخلفات يتحلل بعد سنه. نعم. فالعكس يعني طبعا لعواد الورق اللي احنا نعرفه لما نروح القهاوي، وهاي وايد ناس يعني ما يحبون هال يعني يذوب
يذوب حرفيا تذوقين الورق يعني ما فما فايده. فقلنا احنا نبي نجيب يعني بديل مناسب حق المجتمع اللي احنا نتقبله. فالحمد لله بعد ما احنا جبنا هالمنتجات المصنوعه من او خلينا نقول هم البلاستيكات العضويه هي المنتجات اللي احنا كنا نوفرها. بعد سنتين او تقريبا قبل 9 شهور بدينا اول مصنع يصنع هالمنتجات في قطر. احنا بدينا نصنع المنتجات اللي احنا كنا نوفرها ونوفرها لين الحين حق القهاوي والمطاعم المؤسسات. فالحمد لله ونفس ما ذكرت في اكسبو كانت واحد هي خلينا نقول واحده من مشاركاتنا الرئيسيه كمصنع ينافر ان احنا نوفر هالبدائل لكل الجهات اللي مشاركه في اكسبو اللي تستخدم هالمنتجات. يعني اكسبو ممكن انك تعرض مشروعك فيه وتسوق للمنتج اللي عندك اللي لا علاقة أيضاً بالبيئة. نعم. شنو ارتباطه بالبيئة؟ هو المعرض إكسبو هو كل المحاور البيئية متخصصة فيه. أو خلينا نقول إنه هو معرض الحديقة أو البستنة. البستنة. فكل المحاور اللي لها علاقة في البستنة تدخل فيه. فاحنا استغلينا واحدة من المحاور اللي فيها تكنولوجيا البستنة حيث إن إحنا نروج لمنتجاتنا هذه اللي قابل للتحلل تصير سماد. في إكسبو. أنت ضد الورق؟ هو اللي بدأ التجارة أو اللي بدأ الفكرة أصلاً الورق اللي كان موجود. والبلاستيك؟ البلاستيك طبعاً إحنا الهدف مالنا إن إحنا نوصل المنتج مالنا يعني تواجد وبسعر مشابه إذا ما كان حتى أحسن من البلاستيك. سعود لاحظت أنت يمكن الفترة الأخيرة توجه الشباب لهذا النوع من الثقافة. نعم. إن بدل ما اخذ البلاستيك لا انا باخذ حتى صحون اللي انا اخذه من الجمعيه اللي مصنوعه من البامبو في الشتاء انا اخذ هالصحون عقب اشب فيهم الضوء يساعد على شب الضوء فعلا يعني ما كنت بقاطعك يعني لا 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 عادي بس يمكن لاحظت الفتره الاخيره فعلا هذا الشيء اي هو يعني الحمد لله مع الوقت احنا لاحظنا ان الفكر الاستدامي في الشباب وفي الناس اصلا قاعد يزيد في توعية يعني زايدة صايرة في المجتمع وطبعا شكر لوزارة البيئة ووزارة البلدية في هالشيء طبعا في وايد جهود قاعد تصير بس عشان يكون في هالتفكير الاستدامي فقمنا نشوف مع هالتطور التفكير الاستدامي في جهود قاعد تصير تخلق منتجات عشان تواكب هالأشياء واحنا لاحظنا من ناحيه من اول ما بدينا التجاره لين الحين شفنا ان في ازدياد في كميه الناس كميه الجهات المهتمه بهالشيء خصوصا ان الاستدامه هي واحده من محاور اساسيه من رؤيه قطر 2030 شفنا ان فعلا في ناس قامت تركز على الاشياء خلينا نقول الصديقه للبيئه او المنتج الوطني حتى العواد والشركه اللي انت اليوم ترعاها وين موجوده في اكسبو حاليا احنا موزعين لكل لان واحده من القوانين اللي موجوده في اكسبو ان الجهات اللي تستخدم المنتجات او خلينا نقول التغليفات لازم تكون منتجات صديقه للبيئه فاحنا حاليا موزع لهالمنتجات في كل المنصات اللي موجوده زائد ان احنا نسوي او يعني نسوي احداث توعويه داخل اكسبو بحيث ان نسوي يعني خلينا نقول مهرجانات بسيطه او مشاركات مسابقات عشان نوعي الناس عن المنتجات والتكنولوجيا اللي موجوده في من ناحيه النفايات. ايش رايك نروح اكسبو ونرجع نكمل؟ انا ما عندي مشكله. نطلع برا الاستوديو. انا لين الحين صراحه والله ما رحت ودي اروح يعني لان يعني صدق فعلا انا قاعد اشوف اشياء من السوشيال ميديا بس ما جاني وقت يعني في هالاسبوع يعني اللي فات صدق اشياء يعني مبهره يعني. اي احنا سمعنا رايك. اللي حتى انت جزء من المشاركه في اكسبو وبنسمع راي اخت حنان بعد ما تروح اكسبو لكن في ناس راحت خلينا نشوف رايهم ونرجع اليوم انا حضرت الدوحه والدوحه طبعا دائما غير هي طبعا مميزة بفعالياتها باستضافاتها ودائما هي ترحب دائما وأبدا ترحب بجميع الشعوب وكونك خليجيين نفتخر بهذا الشيء بأمانة بعد كأس العالم أصبحت الناس تعرف قطر أكثر من قبل وأصبحت تطمئن للقدوم إلى قطر أكثر وتزور جميع فعاليات المنتظمة Very happy to be here in Qatar for the events that are happening
I'm very excited about the Formula One race and about the expo. I'm looking forward to visit the Formula One to see how it's going. Also be part of the Asian Cup too. So basically I'm here for 6 months. I'm going to enjoy myself. إشراف محكم وتنظيم يعني ولا أروع بصراحة، وهذا يكتشف العالم الكل يعني مش كمقيمة في قطر من خلال تنظيمها لكأس العالم 2022. Even all at once it's happening, but they can still embrace all nationalities, all cultures coming here in Doha. That's what makes me so proud to call this my home. قطر قادرة نفس ما أبهرتنا بتنظيمها الخيالي في كأس العالم، راح تكون إن شاء الله شيء مختلف في كأس آسيا بإذن الله. All I can say is the best and good luck for the more. أنا من كوريا الجنوبية وأنا جيت قطر قبل 3 أيام. هذه أول مرة وأنا شفت هذه إكسبو، بس لما أنا شفت هنا وايد حلو. يعني مكان كبير وهذا قسم من البلد، هذا مختلف وبيوتيفول ومواطفين حلوين وطيبين وطريق نظيف. ولما احنا يجينا هنا احنا شرط حتى كوريا لازم نشوف اكسبو في قطر، وبعدين احنا لازم نحاول مثل قطر. جينا عشان معرض اكسبو والحمد لله، يعني نشكر حكومة قطر وشعبها على التنظيم صراحة. يعني معرض يستاهل المشوار ويستاهل المسافة. Since it opened like a few days ago, I have seen how Doha has really prepared for this, and I have seen so many people coming back again here in Doha. I'm from Nigeria and I come here for expo, and the place is very organized because people from different places, from different countries gather here for the expo. ما يكفي يوم واحد، لازم اكثر من يوم عشان تخلصه كامل. This is my first time of being here at the expo and I'm so much impressed. The whole organization is on point. حاجة في منتهى الروعة، تنظيم جيد. I was visiting the pavilion, Qatar pavilion, which is very impressive. قطر قادر وقادر وقادرة، والحمد لله رب العالمين إن موجودين في قطر دولة العز ودولة الخير. For tourism, it's very safe. First is the safety in Doha is really amazing. It's very attractive. And if you want to go here, and for people who wanted to visit in Qatar, I suggest that they come and visit. Feeling always safe here. It's one of the safest countries that I've ever been in. I'm traveling a lot. من حيث السياحة الأمانة بروح للأوتيلز. عندك مدينة الخور جميلة جدا وهادئة وفيها بحر جميل زي المارونا وفويرت. The beaches are so nice here. But for culture, I would always we will always go see go to Subwaqif. It's where we experience every culture coming together. في البحر، في الصحراء، في المدن السياحية اللي داخل قطر. They have a lot of sites to see, places to visit. Last time I was on the sea, we had a tour. It was great. السياحة في قطر يعني غير محدودة على شيء واحد، يعني ما هو بمعرض اكسبو، في أشياء أكثر من معرض موجود هنا وأكثر من محل. فالحقيقة السياحة هنا جميلة جدا. السياحة منتشرة يعني في اللوسيل، في الدوحة، في الدفنة، في مشيرب، في كثير أماكن. أنا جيت الحين تقريبا من أسبوع بس زرت هذه الأماكن، وأحس إنه محتاج بعد فترة أكثر إني أجلس أكثر وأكثر بإذن الله. طبعا شفنا معاكم هذا الاكسبو الجميل اللي انا اشوفه وياكم في التلفزيون، بس ان شاء الله ان شاء الله باذن واحد احد على الاسبوع الجاي احاول افضي نفسي فتره العصر واروح، لاني انا من الناس اللي يركبون المترو يا محمد. يا سلام. فباخذ مترو القصر لين البدع، ينزلني دايركت عند البوابه الرئيسيه عشان ما توهق في المواقف. سعود، قلت ان انتم توزعون المنتجات في قطر، هل صرتوا تصدرون للخارج؟ حاليا احنا قاعد نشتغل على ان
نوزع هالمنتجات على اقل دول الخليج. طبعا دائما هاي تركيز المصانع خصوصا المصانع المحليه اللي في قطر ما يكون بس استهلاكها محلي، دائما تركز على التصنيع للخارج، خصوصا انه يكون في عدم توفر لهالمنتجات يعني في الدول اللي على جنب. شفت شلون انه ما له ريحه؟ ما في ريحه حرفيا. ليش الاعواد الثانيه فيها ريحه؟ لا مش يعني انه لا انا اقول لك انه مثلا من بذور الفواكه والنباتات اكيد في مثلا ريحه ولا شيء وقابل للتحل، يقول لك ممكن في يعني ريحه سيئه واسفاره تكون منها. يعني انت جايب لنا شيء كشخه. ايه صح؟ انا شيء عاد السؤال هنا كشخه من ناحيه انه من البيئه ومن الطبيعه. أيه؟ بس غالي ولا مبالي؟ سعر البلاستيك نفس السعر. نفس السعر. زين اذا نفس السعر ليش ما يكون موجود في السوق؟ ما هو بالضبط، هو حاليا هو متواجد في السوق. يعني الحين احنا صار لنا 9 شهور بس نصنع وبدينا الحين حتى نوزع نوزع منتجاتنا في الجهات الموزعه. يعني مثلا يعني انا لو اروح الميرا الميرا كارفور، اروح اي سوبر ماركت هايبر ماركت بالضبط. الاقي ان شاء الله الشهر الجاي بتلاقين. هاي وعد مني الحين على الاقل ان الشهر الجاي بتلاقين. ترى احنا ورانا موسم تخيم يعني احنا محتاجين حاليا. احنا فعلا مركزين وشفنا في وايد يعني اهتمام حق هالمنتجات، فاحنا قلنا على الاقل لو نحاول احنا يعني نبدل المنتجات البلاستيكيه بحيث ان يعني لان الحمد لله احنا ترى يعني لين الحين يعني احنا ما كملنا تقريبا 9 شهور وقدرنا نستبدل اكثر من 8 اطنان بلاستيك بهالبلاستيكات اللي عندنا. والله نشكرك ان انت تفكر بشيء قد يكون فكر فيه غيرك لكن من الاقليه ما طبقه. وانا هو التطبيق اهم شيء. هاي اللي بغيت اقوله مسكته مسكه الشوبستكس. حلو منتج. يصير ولا ما يصير؟ اكيد ولا اي لا يصير. هو استخدامه في شنو بس عود؟ هو لا يعني في وايد اشياء يعني الحين حاليا احنا طبعا العواد والشكوك السكاكين والكفاش كانت تجارتنا في البدايه. حلو. بس طبعا في وايد اهتمام شفنا من ناحيه منتجات اخرى مثلا الملاع اسمها الاكواب الصحون. حلو. الاغطيه مالت القهوه. فحاليا احنا قدرنا نصنع هالمنتجات ونجهز المكان اللي ممكن تسوي هالمنتجات اللي قدامك، ومخططين ان احنا نجيب خطوط انتاج لهالمنتجات خصيصا عشان بعد نوفرها نستخدم نفس الموارد. يعني متوفرة عندكم العلب او البوكسات هذه اللي نحط فيها الاكل حاليا؟ هو هاي بعد اعطيك يعني شيء نقول تقني اكثر. يعني البوكسات هذه من ناحيه تصنيعها وايد ضعيفه، فطريقه تصنيعها كلش غير. فخصوصا ان لما تبين المواد هذه لصديقه البيئه في وايد تحديات ان انت تتحكمين في خصائص معينه مثلا الحراره الرطوبه الضغط، بحيث ان لما يطلع معك المنتج ما يتهالك في يدك. يعني إنافرة والله اسمكم حلو. شنو إنافرة؟ هو قصتها بسيطه. يعني انا ويعني الشريك مالي عبد الله كنا عبد الله شنو عبد الله شعد كنا والله. احنا كنا مع بعض في يعني احنا طلاب جامعه كنا في 2019، ويعني لما احنا بدينا التجاره اصلا كنا نروح قهوه هناك عندنا في قطر فانديشن، فالقهوه عندهم العود الورق، فاحنا من كثر ما نروح القهوه ما كنا نحب العود الورق، قلنا حق يعني راعي القهوه انه ايش رايك تشيل عود الورق، فياب عود بلاستيك. فاحنا قلنا له زين ليش ما احنا نجيب لك يعني نحاول ندور لك على شيء يعني مناسب يعني بدل ما انت تجيب البلاستيك. ففعلا كنا انا عبد الله في الميلز قعدنا نجرب يمكن فوق ال 20 منتج ولقينا هم هالبدائل البلاستيك العضويه يعني وحبوها. يعني الله في جامعه تكساس ولا جامعه تكساس؟ يا سلام. شلون عرفتهم ما شاء الله؟ زين عندنا الشباب صادوك اي يعني شكلهم معك كانوا معك الجامعه. زين انا معك مدرسه. انت ما شاء الله من ايام المدرسه عقل مدبر شوي. مدبر وتبارك الله يعني لليوم. شكرا لوجودك سعود العمادي. ما قصرت. نختم نختم نختم. وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نقول شكرا شكرا للاشخاص اللي يعطون شيء من اجل بلادهم، ولان الانسان وليد بيئته فخليه يفكر في بيئته عشان يعطيها ويخدمها. ايش رايك؟ اكيد بالتاكيد احنا يمكن تكلمنا وايد عن التنمر، لكن اليوم أبرزنا نموذج جداً جميل في الجانب الآخر من الإنسانية. فشكراً لك الإنسان يعطي هذا البلد حالة من الأمان. فما لله.